لا يزال ذوي الإرادات الخاصة يتوجون مسيرتهم العلمية بالتفوق والتميز. بدران عامي طالبة فلسفة بجامعة قصد مرباح بورقلة، مثال آخر للتحدي والإرادة. لم تمنعها حالتها من أن تصنع لنفسها اسما وسط أقرانها وتجعل لها مكانة في خضم المجتمع، وهي الناشطة الجمعوية والكشفية منذ الطفولة ورئيسة نادي القدرات الخاصة على مستوى الجامعة، والتي تسعى من خلاله بالمطالبة لإنشاء أول مكتبة خاصة بالمكفوفين على مستوى جامعة قصد مرباح بورقلة. نموذجين، كاين النموذج اللي طبعه لامبريمونت نتاع الفراي اللي رانا نطالبوا بها دائما، هو هذا النموذج، يعني دير لك كتاب تخرجه لك بالشكل هذا. شاركت في إحياء عدة مناسبات وفعاليات على مستوى الجامعة. واليوم تتوج مسيرتها الحافلة بالنجاحات بنيلها شهادة الماستر في تخصصها فلسفة عامة بتقدير جيد جدا، وهي بهذا الأولى على مستوى دفعتها، فهنيئا لها التميز. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكر كل اللي راهم حاضرين اليوم باش يدعموني. في البداية نقدم هذا النجاح لكل ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم وخاصة فئة المكفوفين. وبالنسبة لهذه اللحظات الآن اللجنة راهي تتداول حتى تعلن على النقطة. في الحقيقة لا يوجد أي توتر، لا يوجد أي خوف، لأني في النهاية قمت بواجبي وعلى أكمل وجه. لكن قبل المناقشة كان فيه توتر كبير، لكن بعدها الحمد لله نأمل في الله الخير، ومهما كانت النتيجة إن شاء الله نتقبلوها كيف ما كانت. وجدد شكري لكل من ساهم في وقوفي في هذه اللحظة، سواء عائلتي أو الأساتذة الذين ساهموا في تكوين الدراسي، وشكرا، ونلقاكم إن شاء الله على النتيجة. السلام عليكم. يوم سعيد، يوم رائع، يوم استثنائي، يوم ماشي نورمال بين قوسين، إذن يوم استثنائي بامتياز. لابد من أن نوثق لهذه اللحظات السعيدة في حياتي أنا، لأنه حياتها من حياتي ونجاحها من نجاحي. إذن أتمنى لها كل التوفيق، وإن شاء الله علامة استثنائية للملا لم تحدث سابقا. إذن كان يوم جميل، ثمرت 5 سنوات، نتمنى لها التوفيق والنجاح، نتمنى أن تكون باب خير ومفتاح خير لوالديها، ونتمنى أيضا لها السداد والعافية. والسلام عليكم.